وحال لغا وعي مدشان يتوان مع المدقودوه ده محكمة ده قبل كبنادر وقدومية يوسف شيخ يوسف جمعالي مدالي وقول ده شيء أبقال وعبودن داود سببت الله أقول يا رمحيتاي وحال دعويي مواطنين صوماليات ودول وكبوا بيسيدة أي شيء يعني شيقي ضرر حرمك كدعينا يي ومركي سمعني ومدى الصوماليات يضلك ادعينا يي ما انت وحالو هيستا انو دول دد كبوبي شعبا اسقو استعماليا تايتلك يو ماركي سي علنك بلوغ قرنمدا الصوماليا مركا علنك بلوغ قرنمدا الصوماليا ايا لا اسكو ديلايا وقفكي ربا انو وحبوبو معني مقع الدولة دمدا ايو سو قادنيا دباتد اسنا ماركي سي وا اي تاغنتاي عدالت يا سنان ويل واي وحنا فعلنا لهيد عدالة إسنانت إن إيش قيسو مدحوينا سوماليا جنيف مركو يمادي وربع كسر نقضي والجودة جيحي سجن هذا ساوث أفريقيا يمالها سنة إنه وريجايو مال والب وكنا عيو جيبوتي وآدر ربو وأيشرتا مدحوينه سويسرلاند مركو جوجي يعني إنه بنجورو أو نقاله وقاطو الدمعي كدبنا سيدي لوغو ياري لغا مهلين بل سادة لغو دقايا هاي كورنيل كا ايان سودة وين دوننا كورنيل سودة وو إذا عدد ستو ساد او جوكتا مدحويني حسن شيخ محمود يا كو دقن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام هرت واحد جاء ان سيناريو اد وفالحنو اد خطرتي السورة الولا صوماليا حسن شيخنا هي قعنتي صوماليا اللي هو بربورين لها صواب كان كل شيء واحد تهي حسن شيخ تبكي علي عبد الله الصالح كسعة كورنيلي تبكي علي عبد الله الصالح لودي لي هدان لودي للنصيب اللي حسن شيخ مركان أصلاً نقوله حوالي إن حياة إن جو استراتيجية الصومالية يعني سير سوريا للربعين لقد يقول نقول بعد كيس أغسطس أن لسابن روسيا ملو دقيها تركيا ملو دقيها أمريكا ملو كدقيها سوريا إيران واجوكا أمريكا دقيها وحكم كلنا قانتكوا عيان روسيا إيران حسن شيخ مالدو دولة إيران منو إيمانيس وبنتيس إيران أقصو صعطة يروشكا حسن شيخ سويسرا وكذا باخر شركة وهو عطري الله عليه كورنيل ماشى حسن كان حقله بدأ حوينها شركة وكقريب يعني الشركة وي ما دي ما أنا كقريب قلين هذا يقول نفس هذا أنا معني وأكد تي واحد هذا حسن هذو شركة عسك قريب قلوا ومعني يوكرين ومعني روش هسيدا هلا يلا ويرادو ما لقيس إنه قلاي بعد هذا وأكد تي لكن مدحوينها هذه الشركة وتجي سيمينارك أو كقريب قلي صواب الشركة أو كقريب قلي وين محيط هاي وهذا اللي أقول دقيه وتم خصوصا ولا هذا صواب الشركة عارف قلي وحسن وحيط هاي ماشي مو حد جوا روشكا كوده وحسن شيخ مانتا فرع على كوهاية واحد جوا تركيا وعسنا أقولن إن أدين كان هالخوف كتلة أسو نتو كجرا waxa joogta iran oo iyada hadda ku soo furaysa jabhada xuutiyinta iyo ashabaab inay isku xirto rabto ayagoo laba diin kala wata inta soo aan jacayl shiicada iran inay wadanka soo galaan ilaa suuriya waxa waa iska shiica calaw waay laakiin markay politik noqoto wax badan ay isdhex galaayo oo dadkii diinta waa laga wada tagay xasan uu horeeyo markii xasan sheekh meesha waxa uu tagay waay سيدو شيخ محمود شلقيري هل باورو الرواء انو طبان خوفك قبو مركا الشيكادي يا السحرتي هادا ساقال كشتي واسكو داحجيري واي السحرتي حسن عد ايمدو مدنو غال لغتاقين هادا صومالي نوح الله اصلا ولا ان افر ميل حتى مقدسي ونفتي هذا افر قيب لغديو واي ماشي واحد جوا عيد الإمارات واحد جوا تركستان واحد جوا أتمس واحد يعني أفريقيا من أمريكا صار صعبة مرك حسن شيخ وحو إسخابت سين واي إنه روسيا إيران إسكحمينين أسرع وجهات كسيا إنه بريكس تجو
وبريك السود أفريقيا كلا هذي دورشة هذا واحد من السود أفريقيا ملحوظين يكوسون نخوي السود أفريقيا مرة بعد سون نخوي إن بريك سنين على جيليو شينها أو هو إن إسماعيل عمر جيل ونفتي سا أو كهر لي محوها إن سوماليا شينا حب وكوي مالان مريكان كي إسماعيل إنيش كحنيهين وأوكتاي إنك سوافريكا ملايك جوكت حدنا إسماعيل وطلوا عاش كينيس كان ندور كوكا مركا حسن شيخ سو أسعي بريكس وبودي وي وحوي كورنيل السؤال دانك أوي دينو مدح وينها سوماليا جنيفا مركو يمادي شركة معنيه لقو عمبارين لها روشكا كما قيب قلين مرك الروس هو كعب صدمية، ومرك اسكدبنا بريكس اسكوسكوسي داي صد أفريقيا. بريكس اسكدي، مايك الروس هو كعب صدمية، بريكس شينان هو كبيرة ما هو. إسماعيل دنتي شينان يكون له جستا. الروس كيشينها إيران وحشيش كيهين إن إسود أفريقيا، إنديا دول الحب لنا كوجي ما هو بريكس، وحتى الإمارات كإجلس السعودية وهذا الدل بضي. حصل مركب وحوسي هديب وإمارات كي السعودية قاعد البضين أبو محاكاة ريوة ماشي نفع يا جلو مركب شركة جنيفا معني روشك إنو وحكا الشيغو روشك لين وبريكسة معني ساسو وقبا أقصدي سمنار وكوسو كوبت ها روشك ساكو هي إمانو بريكسة وكان حلو سمعيب ودقال كان أوكي مركب سعودية بريكسة لا أبو ريبا 6 دولار كان ومركز فروزن لاغنية ومدة إلهي حنتيده لو حلاشتك تجاري ذا دولار كده إيهن وحي روان وكان روش كهذا معني وقويقة كوريا بوتين وكده إكزاكت واسو سو سو عنا عارين تنا سو سو عطو سيدة سيدة عدن مركا إن بشار الأسد مركا هوري جبهات روس أو كفور مريكنكا إلا أفجنبيو أو جبهات دي آدس كالدق عليه لكن واغنر iyo nimankii khaasan Suleimani kooxdan een Faylax Suleimani liira ee Iran yaa yimidin marka Mareykanka waxa uu abuuray laba jabhad oo kale oo jabhada Nusra iyo wax la yiraahdo ee mucaaradka dhexdooda iyo ku hashin waayay maala baad mushakil dib maxaan qabannay aanan talna meesha waxa ka dhalatay door jabhadood oo hashin waayay oo la kala dilay oo isdilay bashaarna sidoo ku badbaaday oo Wagner ki iyo nimanka Faylax Suleimani waxaan ay xoog saareen ee gaaska dhinaca inuu degay oo gaaskii hadda gaaskii la qaybsanay waa wali joogan Iran waa joogta Rush waa jooga Mareykan waa jooga Turki waa jooga ninkasta tubadiisa dhuqo haya mana istaabanayaan waan isku jeedan ninkasta biskiisa meeshii yaal marka aan soo noqdo marka arintaas oo kale waxa la rabaa hadda in Soomaaliya dib loogu baabayo hadda ee ko la abuuro barakeen Soomaalida in laga sii wadankooda laga sii qaado marka gacantii lagu baabiyo in lahayna ninkana laga arkay Xasan Sheekh marka maxaa dhacaysa in waxa dhici doonta marka in la abuuro mathalan Cabdiraxmaan iskuul oo kale hadii aan dano Imaaraadka oo xiriir la leh in loo diibo gruubka Imaaraadka dowlad kale laga dhaxawro sida Liibiya oo kale Liibiya hadda Bangaji baarlamaan ay joogo tribunal baarlamaan kale joogo law baarlamaan kale taliye meeshaas madaxweyne kale intan madaxweyne kale marka dowlad jirta aan jirin oo dhowr dowlad oo daciif ah iska ixtiraafsan yihiin way laakiin iyo in kale laga ixtiraafo Cornel laakiin bashaar al-Assad Xasan Sheekh Maxamuud sidee buu isku waafajin kara Mareykanka iyo xulufadiisi in uu la jiro haddana inuu BRICS Ruushka iyo Shiinaha iyo Geele oo hadda dhankaas u janjeersan oo macne la jiro sidee buu isugu wadi karaa labadaan ismo way isku wadaa Xasan Sheekh mid kaliya isku wadaa karaa waxay tahay inuu Mareykanka ka furto koob tan labaad in Soomaaliya loo soo wado ogaal in laga soo biyo Korea iyo Ruushka hadda ay ka digoyaan inkastoo Turkiga hadda meelaha uranium lana Soomaaliya uranium badan ayaa la ee laga sameyn karo muxuu ahaa atomic bomb iyo waxaan nagula laga sameeyeen karo marka warshado inay meesha ka sameystaan oo Soomaaliya laga dhigo warshado nuclear laga sameeyo si looga weeraro dowladda Mareykanka taageersan waa ninkan Pyongyang joogo ninkan yar Kim Il-sung ninka Soomaaliya Ruushkana saasoo kale marka Mareykanka waxa dishay waxa isla weyniga ku jira ilaa hadda isla weynidaas ma soconaysa adduunka waa lagu soo socdaa Mareykanka naftiisa lagu soo socdaa marka Mareykanka maanta wuxuu cambaareeyay Xasan Sheekh
أسوأ إثيوبيا وهيلنا يوفر سياء حلق كسب حي طريان إن مريكان كأفريكم وحو إلى حسن شيخ دقالك أدلق شيء الشباب وحو أها الدقال حلب عاد لغول السي وحد اسكم مشهور سياء حولك على عن لغول جرسانين أضوء عن الشباب قوشي وحبك خبانين يتكسر لخاجسين يلاها صورنا إثيوبيا على وكلا كفرتين يشكك على عن لغول أحميد ودن كان وحو أها إن استقرار كسميس الشباب ماشي وحا كعد مال حدي الدقال دقالك وهرتو ولا ماشي معنا مدنا هو تكنيك مدنا هو هولقل تكنيك ماشي مجرور هولقل لسه هور أرضيه نخطي هور أرض حسن شيخ هور أرضيه معاوز ليه علي جيتي يا وحي كانتي إن ماشي أي قلام بعيدنكي ما لنا لباك اللي جبيه اللوي مال مريكي ما كوحي واحد ذعيفي يا شباب مليك حد لا يحيوك سذين ماشي سيديد كون كاهاي مانتو حانترنيزي لمريكي أكبر إطبان كل ودقالي هانا ماشي جوا مركي واحد كخبتي أمني قائية دقالك يا شباب نمالها أدبس نواة قرانويسا أمريكان مركي إذا ما نوع كلاو ديارينويا ما كان وحو كركرينويا لكن حسن شيخ وحو إسخابت سين كرملا حسن والله بشي إنه أقلال سير روشكي إذن كان ربان وودنكي قعنتي وقليو وفاقنير بلاي إذن كان يمالان أعساق مساور إسكان نخلو سيد بشار أسد مساور ويهاي هذا وحل ربالا قصة ما يستو إيا إن مريكنك أقول لما يا حسن شيخ أو كان سيدان إنه عساق ومدنين حدي كلمها وحمر أفر عيدنا يهيلان إسا أفر قروه ينقون إسا حمره كالقوقو إسا ونوال بق ماله وحرنا قوه وحرنا عسن شيخ سيد علي عبدالله صالح يقدلين علي عبدالله صالح وكحب بدناي وكعيدا بدناي قوله الله يقلي علي عبدالله صالح مكي لدلي منكي إلى الذي سأقول لي أخياني والله عبدالله سيه إيران لا تشتي خليشك إيران مركوا رياشيزي كواهين علي عبدالله صالح إلا عنه كدب نمو كان حوكين تلقى ديقو حزب سياسات ودولد وحكا خبصده وي لكن نمو كبير مدحوينا الصومالي محود جنيفا ويمادي هدي شركة وسنكا قيب قليني وهذا بريكس ساود أفريكا وقبو داي سبب ويمد مكور وحو لها انجليس كان لولا كلمة تورا وحو ويمد دقنين علص وكاكتمت شينها iyo adeerki ismaaciil wakii Ethiopia oo kala ma ismaaciil iyo soo gaaray ka dhacday afbu ismaaciila wuxuu ku yimid shirkaas afarisan hana ka hadlin wax kale isku mashquul waato soo urday seminar arur il fadhiiso madaxweynaha seminar fadhiisana adduunka meel ay ka dhacday mala oo iska dhex galay meeshii mareekanka waato madax jabka qaaday arintaas oo maanta ku soo furay iskaandaladan ninkan waxa waye waa nin remote control lagu wado marka xasan sheekh waa ogyahay ismaaciil umar geela inuu dilayo waa ogyahay xasan sheekh oo xasan sheekh cabsida haysta ismaaciil umar geela horaan u yiri mareekanka waa inaa ka harta xasanow mareekankana wuxuu yiri hadii shirka maxaa wuxuu yiri geela ma arkaysa geela waa inaa ka harta xasanow حسن مرك ماشي أنا ودورتي حسن وحول سيري نك أنا فرقة هاي المال نك هاي أو كديل ترى وياه حسن صادق جون أو جوا حسن وحول جوا إن أبو ماهر أو جوا حسن وحول جوا عبر قدره بلن جوده أو جر ماش أو جر ماش الجوا إن حسن محمود يسعد سفرنا وديارنا كو أرضاي هردو كرالينا هردو كم عارف فيلا صومالي بس الحين كره حسن هردو صومالي حسن فيلا صومالي وأمي نسنتاي قبر تيسو كعبتنا حسن مانتا إنه كسو خلو عسب عشق أوكي دان مالك حسن دان أرضها وجيدان حسن وحوك أرضها وحكا ماله كورده ورادين وحكا ماله كورنا استولاي هاي دنبي لواي وأوكي هاي The location is in my computer, I can check it. It's Marka. Yeah, but I... Okay, what time? Around 8. Okay, thank you. She applied the... Because tomorrow... Okay. Two persons. But
we are opening 9 in the morning tomorrow because it's the first time. We have to decorate it. We are making street like this tomorrow. We have appointment with the to decorate. We are 2 person, yes. Yes. Okay. Nine, okay. Good. Yes. Thank you. waxaan rajaynayaa inaan idin ka soo daahay hawl baan ku jiray korneylkana waxa weeye waqtigiisu waa uu qaatay korneyle ma arkaysay waxaan rajaynayaa in ma arkaysay macnihi aad in badan isugtay haddii qadka ma arkaysay uusan xumaanin hawl baa xalinayay okay korneyle su'aal kale qabto waa socon kartaa waa qosibaayna waa kuma hlaynaa haa li noqo su'aasha kale aan qabo waxa weeye hadda natiijada dowladda xasan sheekh maxamuud ay ka dhaxlaysaa maxay tahay maraykanka mar haddii briks uu aaday xasan xasan sheekh haddaan fiiri xasan sheekh wuxuu qabanayaa godkii lagu aasi lahaa xasan sheekh waxwaaye wax walba cayaar cayaar uu mudaaye marka cayaar cayaar uu galay waxa uu umalaynayaa qofkaasi hadii uu qoslo inuu wax walba ka dhamaystay xasan irdihiina waa kasoo xirmay hadda brixna waxwaaye xasan inuu hadda tahay waxay ku xiran tahay brixna soomaalilanka iyo ruushka iyo shiinaha iyo hindida iyagoo ay ka marneen imaaraadka oo u shaqaysa maxay lahaydeen israel waayo meeshan hadda batroolkan oo puntland oo maaro u lahaya xasan puntland dabatan hadda imaaraadka ay garacad rabta inay ka kirayso markii ay saas dhacdo boosaaso batrool badanaa ku jira oo maddacas weeye markaa in tubooyin la dhigo yeman sukhatra badda gacanka carbeed iyo alula lasoo xiro tubooyinkaas batroolka meesha laga dhuuqo tan labaad uraniumka dhan turkiya gacanta loo geliyo meesha ugu badan hadda ejaba ergaaba harsan meesha uranium badan yaa lagadan ergaaban waxaa weli somaliland iyo ciddaan kuma shiin kan saddexaad oo ah in iran haddoo warkeeda diido xasan sheekh halgantaal waa tii laas anad hadda kore baroob loogu tusay xasan sheekh iran inay shabaab kusoo furto ow in cumar geelena diyaar u yahay iran inuu wax la qaybsado dhan in cumar geele cid kasta oo maslaxadiisa ka hor timaada cidoo doonta u kaashana marka xasan sheekh waxuu isgeliyey martela iyo musmaar dhexdooda tren ku dirayna martelo dhaata yaniga buris iyo musmaar laisku garaacayo dhexdooda ku jira xasan haddaan kuu sheegaa xasan hadduusan cararin ama sida uu ku socon wax ka bedelin xasan dilaa u qoran sida cali cabdalla saalax loo dilay oo kale in loo dilay cali cabdalla saalax ma sidaas oo kale uu sameeyey maxaa loo dilay sidaana loo dilay xasan cali cabdalla saalax waxaa loo dilay waxay ahayd waxa uu heshiiyey cali cabdalla saalax nimankan khaliiska wuxuu yidhi nuurkiisa kasoo ceshta xoog kaga soo ceshta marka dagaalkan xoutiyiintana lix waa markii lixaad ee dagaalamaan marka xoutiyiinta marka hore sacuudiga iyo imaaraadka waxay ka dhaadhiciyeen cali cabdalla saalax annagaa kuu shirqoolayna waad dilaysiin xukunka ka tuurta marka waxaa noqonaysiin xisbi siyaasi ah oo dowladda ka mid noqdo waxaa noqonaysiin ama ra-iisul wasaaraha qaadanaysiin ama wasaarada waaweynaa ka noqonaysiin xisbi siyaasi ah xoutiyiinta markaa waxay la shaqaysanayeen oo hub siinayay nimankan iraaniyiinta ayaa hubsoo siinaya ayaana maalgelinaya markii hore waxay ahaayeen saaxiib halcalule xoutiyiinta iyo khaliijka markay xoutiyiinta isbedeleen waa tan sacuudiga iyo xulufo badan ay 5 sano garaacayeen ay wax dhanqaadi waayeen ay xoutiyiinta xoog ku qabsadeen qasimadii oo dhan dowladdii soo cabtay marka dowladdii yeman dowladd waxay noqotay oryaab in la geeyey hoteelada riyaad iska jooga aan dowlad cid war ka maqlaysa jirin waxay qaban karta jirin waxay samayn karta jirin sida ay tahay dowladda xasan sheekh oo kale maanta waxu sheegayaan waxay sheegayaan inay beenta ogyihiin shacbiguna baahay u dhiminayo dollarka cirka iska maray riyaalkooda dhul ka dhacay wax walba ay dhulka galeen hadda labada cagaar kala socota sanaca iyo cadan
dhibaatada kale dowlad dowlad ku dhex jirta la abuurayaa marka marka xasan sheekh maxmuud xasan dowlad dowlad ku dhex jirta la abuurayaa marka xasan sheekh maxmuud munaafiqad sida abdalla saalax oo kale ayaa laga dareemayaa miya waxa la abdalla saalax mabduu lahaa waa la calaamaysay ma aha laakiin ninka munaafiqad mabduu ma laha ninka waxa weey dowlad dowlad ku dhex jirta lagu dhex abuuray noqonaysa way waxaa la soo dhisayaa qof kale xisbi kale la soo dhisaa jabhad kale lagu soo asaasa ninkuu yahay moogaani ninaa la dhisoo hayaa dowlad dowlad ku dhex jirta noqonaysa asaga iyo wasiiradiisana waa la cunaa xasasha goor maa la cunaysa moogi laakiin sinaario culus aa degsan ee ku soo socda xasan sheekh qosolkan laakiin xasan sheekh hal shay aan kuu sheega xasan sheekh xamar waa ka tashtay xasan sheekh waa ogyahay inuu bambayaal kharax uu dhan yahay inuu xamar ku abuuray dowladaha duugana calaama badan ka samaysto ethoobiya horey hadi turkiya maanta iyadoo fiisidanaan ninka ugu xoog badan turkiya la fadhiistay hawkan vidan hawkan vidan ninka la fadhiistay waa ninka haysta sirdoonka iyo mukhaabaraadka oo dhan waxay yidhi hub maararka adi inaan ku siino hubka waa arati inaan ku siino laba qof adoo heshiis lahaa inta wada imaado laba nin waa lafta garen iyo muxuu ahaa qoorqoor labadaasoo damaano ka yahay idinkoo wada socda inta imaada hub haddaa rabtid markaasaan ku siinaa laakiin hub inaan ku siiyo aan meeshii anitay ay galmudug dagaal ka kiciso oo buuq dadka ku furto misigawaaya xoroon waysay dhulkaana xoroon waysay maya meela idu dhaqaala ana fiirsanayo adi hub kuma siinayo hubka aan ku siinayso aawo lacagtiisa qoto qoto ma socotaa la yidhi aawo lacagtiisa dowladda hataa lacag badana hayshay aawo lacagteeda hubka aan ku siinayo tanabaadna waxaa la yidhahda turkisom ciidamada kuusoo tababartay dhan waa cunuu haysha hadda dhahay daraad ciidamo turkisom ciidamo cusub saraakiil cusub aan laga qoro oo turkisom adi tababar aaba marka ninka aada u magacaabay adiga kaliyaha tababarada ciidanka haddii turkisom wax ku tababarayso maxaa uma magacaabay marka hogaanka tababarada haddii wax tababaran kari adi sababtaa magacaabaysa waxay tahay ninaa waxay tababaraa markaa dhihi haddana turkisom xerada lagu soo xaro layla sarkaala laga fura meesha laga sarrafay ana ii sheeg xasan aad iyo aad baad umaa laakiin xasan sheekh aad iyo aad baad umaadsan tahay corneile waqtiga ee qaaliga ah sida fiican ee maskaxdaada nimcada kudaa aad dadka ula wadaagtay mar walbana waa lagu baahan yahay waa kaaga mahadnaqaynaa sharaxaadda saraaxadda leh eed ma arkaysa siyaasadda dadka aad u dhigtay waana cashar culus sida xaqiiqada xasan sheekh maxmuudna waxa uu ku sugan yahay xaaladcashirkaamadhow cashirka cashirka ma dhowo cashirkaa faala dheer u baahanya mare waqti dheer haysta iisoo iisoo qabo si fiicanana halhalaan kugu sheega hadda waqtigaa kugu gaaban haye aad buu u mahadsan yahay walaalayaal kaasi waxa uu ahaa corneilkeenna oo mar walba ma arkayse studiyahan aad ka heshaan casharada adagna ma arkaysa inoo sharaxo oo noo kala dhigdhigo haddii allaha wadal uu ka raali noqdo dagaalka qoryooley dadka gadaal ka soo galay ayaan ku noqon doonaa qoryooley dagaal baa mar kale ka qarxay wuxuuna u dhexeeyaa laba beelood oo digilay mirifla ah waa gare iyo jiido ma arkaysa beelahan horay u dagaalameen laakiin hadda dagaalkan dabada ayaa laga riixayaa ma arkaysa habargidir ayaa garab la socota oo waxay leedahay isbaarada iyo wixii meeshaan laga helo annagaa qaadanayna beeshaas kale macni meesha laga saaro madaxweyne guud laawe isaguna wuxuu marayaa hirshabeelle kambeyn buu ku jiraa xasan inuu ka hor yimaaduu doonayaa lafihii bini aadamka qubuurihii la saaray meelihii laga saaray waxa weeye beeca lagu bilaabay sidoo kale dad badan ayaa ku xanuunsanaya qaar way ku dhinteen ilaahay ha u naxariisto cabdisamed iyo xanaan wiil uu dhalayna waxa uu ka digay meelaha qubuuraha in dadku ay gataan oo hadhow maalkoodu aanu beerdaroobin guddoomiye madaale isagana waxaa ma arkaysa looga yaray maxkamadda waxaana lagu haystaa dhulboob halkaasi ayaanu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna hadda dardaarankeenna waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheeraya xamuulkana iska yare kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftan la isu dhiibaya laysma siina muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina lakala qaato ballantanada waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam firdowsa